بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. في يوم المشهد العظيم هيسجد رسولنا باستمرار، طالب العفو والرحمة لكل أمته، طالب الشفاعة من الواحد القهار. ارفع رأسك يا محمد، يرد المصطفى: لا والله، لا واحد من أمتي في النار. هياخد بإيدينا ويكون شفاعنا يوم الحساب، هينجينا ويعدي بينا كل الأخطار. صلوا على الشفيع والحبيب، صلوا على سيد أهل الجنة رسولنا المختار، عليه أفضل الصلاة والسلام. شفاعة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام هيكون كلامنا إن شاء الله النهاردة مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم، أهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. من حوالي 4 سنين تقريبا، نعم، كانت أول حلقة ليا مع فضيلة الشيخ رمضان عبد الرازق، وكانت أول حلقة اتكلمنا فيها عن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. وأنا فاكرة كويس قوي إن أنا انبهرت باللي سمعته من فضيلة الشيخ، وحطيت الكروت على الترابيزة وقلت له: مش هقول حاجة ومش عايز أسأل منها، أنا عايز أسمع بس من كتر الجمال وبركة الرسول عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كان لقاء عظيم وتشرفت بلقاء حضرتك. شرف لي أن أكون بصحبتك. يا رب يكبر خاطرك دايما، وخاطر أولادك، وخاطر المشاهدين جميعا يا رب. لما نيجي نتكلم عن الشفاعة لازم نفهم ما يلي: رقم واحد، يعني إيه شفاعة؟ وعن إيه شفع وتر؟ طب رقم اثنين، هل الشفاعة لها شروط؟ رقم ثلاثة، هل الشفاعة لها أنواع؟ يعني في شفاعة مقبولة، شفاعة مرفوضة؟ رقم أربعة، من الذين يستحقون شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ رقم خمسة، من الذين يحرمون من شفاعة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ رقم ستة، ما أنواع شفاعة سيدنا النبي؟ هل هي شفاعة واحدة ولا شفاعات متعددة؟ طب رقم سبعة، موضوع كبير جدا. طبعا. عندي شفاعة سيدنا النبي دي لوحدها، طب عندي شفاعة الأنبياء دي لوحدها، وبعدين عندي شفاعة الأشخاص، يعني ممكن ابن يشفع في أبيه، أب يشفع في ابنه، ممكن صديق، مظبوط يا ستي، صديق يشفع في صديقه، ممكن السقط يشفع في أمه لما سقط مهما كان، إن شاء الله يكون من أول شهرين ولا من تلقيح صناعي. ممكن عندي شفاعة الأعمال نفسها، شفاعة الأعمال نفسها، الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة اللي بيعملها الإنسان. فمعنى ذلك عندي شفاعة أشخاص، شفاعة أنبياء، شفاعة أعمال. في الموضوع شيء ضخم وعظيم جدا جدا. نبدأ منين بقى سعادتك؟ وإنت اللي تقولي نبدأ منين، وأنا متأكدة أنه النهاردة هيبقى فيه كلام مختلف، ولكن في النهاية خلينا نتفق أن أنا مشتاقة جدا أسمع. الله يكبر خاطرك. أولا، شفاعة يعني بدل ما كان واحد لوحده ومع حد تاني، تمام؟ فالشفع ضد الفرد، فالواحد لوحده اسمه واحد، طيب انضم إليه يبقى صار كده إيه؟ شفعة. فالشفاعة معناها إن أنا مش هبقى لوحدي يوم القيامة، أبقى واقف ألاقي حد جاي يقول لي: أنت زعلان لي، أو الأصل فيه كذا وكذا وكذا، ما تخافش اطمن أنا معك، تمام؟ أدور على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يتلاقيه عند الميزان، يتلاقيه عند الحوض: يا رسول الله أدور عليك، ألاقيك يوم القيامة فين؟ الدنيا زحمة قوي وكتير. قال لي: يتلاقيني عند الحوض، يتلاقيني عند الميزان، فدور عليها تلاقيني، اشفع فيها يا سيدي. ممكن يشفع فيها لأنه أنا وأنا ماشي كده ففيه وش منور وإيدي منورة ورجلي منورة. من الوضوء. منين يا فندم؟ من الوضوء. الله ينور على سعادتك. طب اللي مش هيتوضى كويس هيبقى يوم القيامة إيه؟ مش هينور. مش هينور. ده صورة مهمة جدا. ما هو بيسألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنت تعرفنا يوم القيامة إزاي وتشفع فينا؟ فسيدنا النبي ضرب لهم مثل حلو قوي، قال لهم: تخيلوا لو واحد فيكم عنده خيول كلها سودة في سودة خالص، هي سودة بس، وجات في وسطيها خيول بهم، يعني الوش أبيض أو أورق، والإيدين إيدين الفرس اللي قدام النصف ده أبيض، نصف ده أبيض لحد الركبة، هيبقى في علامة، هيبانوا في وسط الأسود قوي. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فذلك إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا
محجلين من آثار الوضوء، غرا الغرة بياض الوجه. تيجي كده ماشي يوم القيامة الدنيا ضلمة وانت وشك أبيض زي اللد الحلوة قوي، وإيديك لحد الكوع كده بيضة قوي، ورجليك من عند القدمين بيضة قوي، ده آثار الوضوء. فسيدنا النبي لقيك منور كده وماشي، بس عندك إشكالية ممكن تروح جهنم كده مدة زمنية وهتطلع تدخل الجنة. فسيدنا يقول يا رب ده واحد من أمتي رايح جهنم، يا رب شفعني فيه. فربنا يقبل شفاعة سيدنا النبي فيك، فتيجي متحول الطريق. الملائكة تقول لك لا لا، تعال تعال تعال، خلاص مش هتروح جهنم، ده سيدك سيدنا النبي شفع فيك وربنا قبل شفاعته وادخل الجنة. تخيل حضرتك، شيء عظيم جدا. طيب الشفاعة لها شرطين، الإذن والرضا. قال الإذن من الله عز وجل. تمام. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن الله؟ ينور. قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يبقى الشفاعة لها شرطان، الإذن والرضا. طب يلا بقى نشوف شفاعة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللي عايز سيدنا النبي نجيب من الآخر، عايز سيدنا النبي يشفع فيك، اوعى الشرك، كن موحدا. عايز سيدنا النبي يشفع فيك، اوعى الظلم، لأنه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. خلص، ما للظالمين من شفيع أبدا. الظالم ما له شفيع يوم القيامة، اللي يظلم حد هيحرم من شفاعة سيدنا النبي. حقوق العباد طبعا. اوعى الغلو في الدين، اوعى التشدد، لان المغالي ما يشفعش يوم القيامة. اللي هو بيعمل ايه يعني؟ المتشدد. دي بدعة وده فاسق وده كذا، يا عم انا هفرح الاولاد. اللي هو بيحرم كل شيء بالظبط، كل بدون حاجة علم ولا وعي، كل حاجة فاسقة، كل حاجة بدعة. طب قول لي الدليل ايه؟ لو واحد مسك سبحة بيسبح، السبحة بدعة. تمام. لو انا هفرح ولادي من غير اي مخالفة شرعية، عيد الميلاد بدعة. طب انا هروح تحت رجلين امي ابوس رجلها يوم عيد الام، التلفزيون عمال يطلع اغاني حلوة وامي قاعدة، ولو انا مروحت لهاش هتبقى مشكلة، عيد الام بدعة. يا عم صلى على النبي، في ايه؟ الصلاة والسلام. طب خلينا ناخد التليفون ونكمل. ياسمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضلي تفضلي. أنا دلوقتي متزوجة من 8 سنين، زوجي مش موجود خالص. معلش أنا مش سامعة صوتك كويس، أنت بتقولي متجوزة من 8 سنين؟ متزوجة من 8 سنين. تمام. زوجي مهمل فيا خالص، بمعنى 24 ساعة في الشهر لا يسأل على أمور بيته ولا على يعني حياتي الشخصية. أنا أنت بتقولي 24 ساعة في الشغل؟ 24 ساعة في الشغل. هل هو شغله يحتم عليه إن هو يقعد عدد ساعات؟ لا لا، هو متحكم في الشغل، وممكن أساسا يعني ممكن يجي يوم لو ما راحش الشغل مش هيأثر معاه في حاجة. أمورنا الزوجية ما فيش خالص، لا في عاطفة ولا في أي حوار ما بيننا. اتكلمت معي حوار. طب انت بتعملي ايه يا أستاذة؟ نعم. بتعملي ايه؟ اتكلمت مع، مش بعمل حاجة يعني، انا مثلا اتكلمت معها في حاجة بتضايقك مني، في تصرفات بتضر مني، ليه عدم الكلام، لما بيخش برحب بيه وببتزم في وشه، ايه امورك عامل ايه في الشغل. معظم كلامه على مشاكل الشغل فقط لا غير. معظم كلامه على ايه؟ مشاكل الشغل. انت بتستقبليه ازاي يا استاذة؟ نعم. بتستقبليه ازاي؟ بالاول يعني احنا واولاده بنستقبلهم اللي بيرحبوا بي. انا مهتمة بيتي جدا، مهتمة بنفسي جدا، اقعد اتكلم معي بعد ما ياكل ويرتاح. ما فيش اي تواصل. تميلك مليش. طب اقعد افتح مع مواضيع؟ لا، بوست في التليفون. طب في حاجة بتضايقك مني؟ طب هو عنده مشاكل في شغله مخليه مهموم؟ شغلنا احنا الاتنين كنا في مجال واحد، الشغل الطبيعي بتاع اي شغل اللي ما فيش حد يخلو منه. ما هو ممكن يكون عنده مشكلة انت ما تعرفهاش. طب هو ده طبعه طول عمره ولا ده عمر انا عارفاه؟ انا طبع شغله انا عارفاه لاني انا في نفس المجال. طب ده طبعه طول عمره ولا ده حاجة جديدة جدت عليه اثناء الخطوبة واحنا كنا بنتعامل في الشغل قبل الجواز؟ لا،
مش ده الشخص اللي انا اخدته وقررت. ما هو خلي بالك ان الخطوبة غير الجواز، احنا متفقين على ده، الموضوع بيبقى مختلف تماما في الخطوبة. اكيد اكيد لما بيتقفل فعلا عليها بواحد بيبقى في حاجات انا ما بقاش شايفاها وفعلا شفتها. بس في امور مش يعني. عندكم اولاد؟ نعم عندكم اولاد مش كده؟ انا والاولاد عندي اتنين. يعني انا كنت مكررة بعد الاولانية اللي انا مش هجيب، بس التانية اراد الله بيها. عاطفيا مفيش خالص. حتى مع بناته مفيش حس العاطفة خالص، يعني حتى لما يقعد في البيت اهم طب حاجة. طب اسلوبه معاكي عامل ايه؟ نعم اسلوبه، اسلوب التعامل. هو راجل محترم جدا، راجل. انت بتتكلمي على جزئية العاطفة فقط، لكن هو كأسلوب عامل ايه؟ لا اسلوبه كويس وشايف امور بيته كويس جدا جدا جدا. تمام تمام تمام. طب يا مدام ياسمين، في بعض الرجالة بيبقوا ما عندهمش ما عندهمش عاطفة. مش ما عندهمش عاطفة، لا ما فيش حد ما عندوش عاطفة، بس ممكن يبقى ما عندوش الحرفة في التعبير عن الرأي، ما بيعرفش يعمل ده. عجبني كلمة سعادتك، ما فيش حد ما عندوش عاطفة طبعا، لكن مش موضوع ما عندوش الحرفة، كل واحد من الرجال عنده طريقة في التعبير عن العاطفة. بالظبط، اهتمامه ببيته دي عاطفة، انه مكفي بيته دي عاطفة، انه ما حدش يقدر يدوس على طرف زوجته دي عاطفة، انه صاين بيته واخد باله من شغله دي عاطفة. هو عامل معاكي بقى كده؟ هو كويس جدا، شايف هي بدور على المشاعر بالظبط. هو عشان كده بقول، لانه بيعرف يعبر بالكلام، مش اي حد. هي مفتقدة ده، انت مفتقدة تعبير عن مشاعره بانه يعبر لك بالكلام، صح ياسمين؟ مش انا بس، حتى مع اولاده مفيش حوار، حتى الشرع اللي ربنا امرنا بيه. هو حنين في التصرف، سيبك من الكلام. لا عصبي جدا. هو قاسي يعني، ممكن يضرب حد فيكم؟ الاولاد ممكن يضربهم. يضرب مين؟ انا لا، ما رفعش ايده عليك اطلاقا. ابدا ابدا، هو راجل محترم جدا وراجل. طيب خلاص، كويس كويس تمام. طيب ايه بقى سؤالك ياسمين؟ انت معايا، انا مثلا في حاجة تصدر مني، طب تعال نروح لحد تربوي، حد نروح يعني نكشف، مفيش. فانا انا حاسه بضغط عليا جامد جدا دلوقتي. المشكله اللي انا واقعه فيها، بنتي وصلت لحاله اللي هي لازم حد تربوي يدخل معانا، فانا بطلب منه اللي هو نص ساعه اللي هو يحضر معايا الجلسه. لان بنتك قد ايه؟ جلسه ايه؟ قالوا لازم الاب يكون موجود. بنتك قد ايه؟ الو، بنتك قد ايه ياسمين؟ 7 سنين. ايه مشكلتها؟ ايه ليه عدم وجود الاب مؤثر على نفسيتها جدا؟ لما بيكون موجود بيبقى عصبي معاها جدا، مش بيسمعها، مش بيشاركها في اللعب، مش بيشاركها في المذاكره. قعدته في البيت تلفزيون وتليفون فقط لا غير. حته الاكل، يعني اكل، يعني طريقه الاكل مع اطفاله مش موجوده. يعني التجمع الاسري، التجمع العائلي مش موجوده. وجوده بيبقى عصبي على البنت، عايزه تقعد ما تتكلمش، مش عايز دوشه. نعم مش عايز دوشه خالص. يعني حتى الحوار، يعني مثلا في البنت جابت، هي البنت شاطره جدا في التعليم، قفلت مثلا امتحان، تيجي تبقى فرحانه، بصي بابا انا قفلت الامتحان. طيب ماشي، انت قفلتي. طب هو السؤال محدد ايه؟ سؤالك ايه؟ طيب سؤالي يعني اعمل ايه؟ يعني انا اعمل ايه؟ انا ضغط عليا، جربت ادخل اخوه اتكلم معي، اضطريت ادخل اهلي اتكلموا معي، مفيش نتيجه. طب انا دلوقتي انا ممكن اتنازل عن حقي بنتي. هي بتقوله حتى لازم تبقى موجود معايا لما توديها عند الدكتور او كده. طب هي خلصت كده عشان نجاوبها؟ اي سؤال تاني يا استاذه ياسمين؟ لا هي مش معايا فضيلة الشيخ. نجاوب ياسمين، عندها مشكلة مع جوزها، هي شايفة من وجهة نظرها انه ما عندوش الحرفة انه يعبر عن مشاعره، شايفة انه هو مقصر في حقها وحق الاولاد، لدرجة ان البنت 7 سنين دخلت في حالة نفسية لافتقادها وجود الاب في البيت، ولما بيكون موجود في البيت بيبقى مش عايز حد يتكلم ولا عايز يتعامل معاهم، وبيبقى قاعد منشغل بالتلفزيون والموبايل بس. عايزين نتفق على ما يلي. طبعا هي سيدة متوازنة وصادقة وامينة، وقالت راجل محترم وشكرت فيه طبعا. فعايزين برضو نخلي بالنا من انه الراجل غير الست.
ست عاطفية، أكتر حاجة تعبر بيها عن مشاعرها الكلمة والكذا وكذا وتتكلم. كتير من الرجال قد يعبر عن مشاعره بالفعل مش بالكلمة. كتير من الرجال لا يحسن يتكلم عن الحب وبحبك وانت أحسن واحدة في الدنيا وانت كذا وانت كذا. معظم الرجال كده، هو بيعبر عن حبه بالصيانة، بالحماية، بالرعاية، بطبطبة، عايزة حاجة أحسن حاجة، بيتعامل معاها كويس جدا. هو ده حب، هو ده قمة الحب. فهي محتاجة أنها تفهم ده. يعني أستاذة ياسمين لازم تبقى عارفة ده. تقول لك أنا مستعدة أتنازل عن حقي لكن حق بنتي. ما هي هي مش مسألة تتنازل عن حقها. أصل الموضوع من وجهة نظر أنا قد أكون مخطئ، الزواج مجموعة تنازلات، مش حاجة اسمها حق. يوم ما الزوجين يبدأ كل واحد يقول حقي يبقى احنا عندنا مشكلة. مفيش بينه وبين زوجتك، انفصلوا عن بعض اثنين. انما حضرتك بتقومي من عز نومك عشان تجهزي احلى اكله للزوج وللاولاد، طب ده تنازل. تنازل عن راحتك. ممكن تبقي في قمه التعب والمعاناه وبتعملي حاجه كويسه جدا ليه، طب ده تنازل. هو ممكن يكون في قمه التعب والزوجه تعبت فيجري بيها على اقرب مكان وفي قمه انشغاله وفاكر الحاجه اللي قالتها فبيجهزها عشان يجيبها وياخدها معاه وفرحان ان هو يقدمها لك، طب ده تنازل. يا جماعه الزواج لازم نبقى فاهمين انه تنازل. ما ينفعش يجي الزوج يقول حقي والزوجه تقول حقي، عندنا مشكله. اول ما نقول حق وحق بقى فيه مشكله. لازم نفهم ده نقطه من اول السطر. الزوج يبقى فاهم زوجته، ممكن تقول كلمه هو ما هي ما تقصدهاش، لانه اللي في عقل الراجل غير اللي في عقل الست واللي في عقل الست غير اللي في عقل الراجل. صحيح. نقطه كمان، كل زوجه اكتر واحده في الكون تفهم الراجل زوجته، مراته طبعا اكتر من امه، لانه قدام الزوجه حاجه تانية خالص غير الام. ففهمها كويس. فموضوع حق في المشاعر، يعني حق في المشاعر هو الصيانة دي والرعاية والاحترام والأسلوب الكويس، ده مش مشاعر. نقطة كمان، البنت تأثرت بسبب الأم. الأب، أنا لسه هتكلم عن الأب. بس الأستاذة ياسمين مكبرة الموضوع شوية، فلازم نهدى. هو ده طريقته، دي حياته وده منهجه. قد يكون هو دي التربية، قد يكون عليه ضغوط كتيرة جدا. يا جماعة الراجل خارج، يكون في أمور أنت ما تعلميش بيها داخل شغله، لأن هي بتقول إن هو حديثه معها دايما عن مشاكل الشغل. فكويس إنه بيتكلم. على فكرة في رجالة ما بتتكلمش خالص. بالظبط. لا، وحاجة تانية يا أستاذة رامية، حضرتك إحنا بنخرج من البيت إحنا في حرب، الكون كله دلوقتي بيحارب عشان لقمة العيش. صحيح. أنت مش عارف الراجل بره أخباره إيه، أنت مش عارف الراجل بره حاصل معاه إيه، أنت مش عارفة ده بيضايقه وده عدو ليه وده بينافسه وده مش عارف إيه وده بيعمل إيه. يا جماعة لازم نخلي بالنا من ده. فالواحد فينا بيبقى راجع البيت، البيت في وسط الحياة اللي احنا فيها عامل زي الواحة الخضراء وسط الصحراء. عايز اخد نفس استريح عشان لسه هطلع حارب تاني، فمش هيبقى حرب بره وجوه. فالمفروض انت جوه البيت تشيلي عنه، جوه البيت للبنت تقولها شفت بيحبك بابا ازاي، شفت جابلك احلى لبس ازاي، شفت جابلك احلى شنطة ازاي، شفت مدخلك احلى مدرسة ازاي، شفت مشتركلك في احلى باص ازاي. فالبنت دايما تحس ان باباها معاها حتى وان كان غايب. وتكلمي معاه واحدة واحدة، هي بتقول دخلت اهله ودخلت اخوه. غلط. دخليش حد عشان ما تكبريش الموضوع، لانه في البعض اللي ممكن يعنت شوية، لكن انت تعاملي معاه بشكل ودي. انت بتكلمي عن ولاده يعني. نيجي بقى ليه هو محتاجين ايه، زي ما حضرتك تفضلتي بالراحه معاه. ما تتكلميش عن نفسك، انت راضيه وزي الفل. ابدأي باولادك. بس خلي بال حضرتك، عارفه يعني ايه زواج؟ زواج يعني فيه حنان الام وفيه صداقه الاخت وفيه مداعبه وملاعبه ودلع البنت. طب يلا الراجل في حمايه الاب وفيه اذن الاخ، تمام، وفيه حب الزوج والعشيق. ان ما كانش الزواج كده يبقى احنا عندنا مشكله. طب يا فندم اوعي تقولي لي حقي تاني، احتضنيه انت وطبطبي عليه، والله لو عملت كده لتلاقي شخص تاني. انما انت فيك ايه، مالك انت بتكلمنيش ليه؟ لا، ما ينفعش كده خالص خالص، بالراحه. نقطه مهمه. حاجه تانية، ابدئي الفتي نظره، لانه
هو مش واخد باله من البنت، والبنت زي الفل، هو قايم بالدور تجاه الرعاية والأكل والشرب والمدرسة وكذا 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 اللي نفسها فيه موجود، وما تكلميوش بلغة انه ان انت مقصر، ان انت السبب، ان انت عملت، ان انت لا، كلميه بلغة الاحتياج، ان احنا محتاجينك، ان البنت محتاجاك، انها في سن محتاجة الاب، وانه وجودك مهم في حياتها. يعني شوية حاجة بتضحك على اجهة رمضان. عجبتني والله جدا، الله ينور عليك. اي والله جدا حلو. مفيش لغة اوامر، مفيش لغة التقصير، لا خالص، ده انت كذا وانت كذا وانت يعني مكفينا وما نتحرمش منك ودخلتك علينا بالدنيا، خلي بالك من بنتك كذا، خلي بالك من ابنك كذا، من غير تقصير الامور هتتغير تماما ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يبدل لك الامور للافضل ليكي وليهم باذن الله. نقطه اخيره مهمه قوي، ند لبعض الحاجات العاطفيه، التقبل والاعجاب والتقدير والثقه بتعين الحياه على المشاكل والهموم. طيب ناخد مدام فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. عامله ايه يا ام كريم؟ الحمد لله بخير. اخبار صحتك كويسه على الاول؟ الحمد لله بخير. اخبار شهر رمضان؟ الله يسلمك، اهلا وسهلا بيك. عامله ايه فضيله الشيخ؟ ربنا يكبر خاطرك. ايه يعني فضيله الشيخ مش ناوي تيجي عندنا الاقصر؟ نفسي اشوفك والله. يا سلام يا سلام. تعال سيادنا ومشايخنا. صحيح، والنبي تقول على الصفحه لو بلد علمائنا واولياء الله الصالحين، وتشرفت بزيارتها كثيرا. وانا كمان لو جيت بقول على الصفحه عشان ابقى على راسي معنا. من فوق ربنا يكبر خاطرك وخاطر اهل الاقصر جميعا. الله يخليك يا رب. عايزاك تهنى الرئيس النهارده عيد ميلاده. حاضر. حاضر. طيب وربنا يديله الصحه يا رب. امين يا رب. معلش يا فضيله الشيخ سؤال واحد. اتفضلي. هل يجوز الصدقه على واحده جوزها بخيل بس هو شغال حكومه او موظف؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ينفع انا اتصدق لحد واحده جوزها بخيل يعني صدق ليها بس هو يعني موظف كده؟ يعني هو 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 جوزها مش مكفي بيته فانت عايزه تطلعي صدقه ليها هي، ولا غني؟ أيوة. بس بس بخيل؟ لا بخيل جدا. بخيل بس غني؟ لا موظف. يعني ايه يعني موظف حكومه؟ اه تمام فهمت. بس بخيل عليهم فانت عايزه تساعديها فتطلعي الصدقه بتاعتك ليها. ايوه. ومعلش اسال سؤال ثاني. اتفضلي. هي ساعات بتديني حاجات من بيتها ابيعها عشان خاطر تقدر يعني تشوف مصاريفها وكده من غير ما هو يعرف. هل وانا طبعا بتصرف لها فيها، هل علي انا دم؟ حاضر حاضر. تبين يا مدام فاطمه. تفضلي. طبعا تحيه كريمه جدا لاهل الاقصر جميعا، الاصل والطيبه والعائلات، وما شاء الله لا قوه الا بالله، بلد العلماء والاولياء، ربنا يبارك فيهم جميعا. أمين يا رب. امين يا رب. ويكبر خاطر المتصله الكريمه. امين. السؤال الاول. السؤال الاول، هي كانت عايزه تطلع الصدقه لصاحبتها. بتقول جوزها بخيل، وهو الموضوع برضو ما احنا ما نقدرش نحكم فيه اذا كان بخيل ولا مش بخيل حسب ظروفه المادية، سواء في النهاية يجوز ولا لا يجوز. اذا كان فقيرا وممسكا فيجوز، اذا كان غني ولكنه ممسك لا يجوز، لانه كده مش مصرف زكاة. فان كانوا محتاجين فعلا لانه فقير مع البخل يجوز، ولها الاجر والثواب، ولها الاجر اكثر من مرة. انما اذا كان غنيا لا يجوز. طيب صاحبتها بتاخد حاجات من البيت بتبيعها، بتديها لها تبيعها دون علم الزوج من غير ما جوزها يعرف. بصي حضرتك، هو الست في مصر سبحان الله بتجاهد في سبيل الله مع جوزها، فبتقعد تدبر وتقعد تعمل وتقعد كذا وتنظم وترتب، فجزاهم الله خيرا على تعبهم مع الاولاد وتعبهم في البيت وتعبهم مع كذا وكذا. لكن انا دايما مع الصدق والصراحة. لا، بعد إذنك أيتها الزوجة، أي واحدة في الكون بعد إذنك ما تكذبيش على جوزك يا جماعة. لو تعرف هيتسبب لها في مشكلة كبيرة. هقول لي ما عليكي، تعرفي تتعاملي مع كذاب؟ لا طبعا. تعرفي تبيع وتشتري مع كذاب؟ لا طبعا. ما هو الكذاب والخاين الأمانة كارثة. ما هي الكذاب والخاين. الكذاب والخيانة ما عرفش اتعامل معاه. فالزوجة لما تكذب على جوزها حتى في اللقمة الشيطان بيكبر الموضوع، يقول له ما هي كذبت في دي تكذب في غيرها. ايوه طبعا. فبيجي كاسر الثقة. فتحنا باب للشيطان. الله ينور على ساعتك. فلا، هي بتعمل ده عشان بيتها وعشان كذا، ممكن تكون محتاجة ممكن كذا، شكرا ربنا يبارك فيكي واللي فات خلاص، لكن بعد اذنك تعمليش حاجة من ورا جوزك، وبعد اذن المتصلة الكريمة ما تساعدهاش على ده،
وقولي لها ما ينفعش تعملي من ورا جوزك، لا، انما لو بتاخد بعض الفلوس من ورا جوزها عشان تكفي، عشان يعني تكفي البيت بما يعني بالمعروف على قد احتياجاتها، على قد الاحتياج يا جوز. لان السيده هند بنت عتبه قالت لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، في روايه البخاري ان ابا سفيان رجل مسيك يعني ماسك علينا، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، تاخد بعض الأشياء لكن مش لدرجة أنها تطلع أشياء تبيعها برا البيت دون أن يعلم. بتاخد بعض الفلوس بعض الفكة كده من الجيوب عادي، تمام، بما يرضي الله، بعد ما تحاول معاه عشان ما تضطرش لهذا الأمر. إن كانت مضطرة فلا إثم، لكن أنا أدعو دايما أن تبنى البيوت على الصدق والأمان. طبعا طبعا ده الأفضل. شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شيء عظيم جدا، ينالها من يكثر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أولى الناس بشفاعته يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. ينال شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا، شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ينال شفاعة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي يروح يعمل عمرة أو حج ويصبر على بعض التعب في المدينة. ينال شفاعة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي يكثر من الصلاة النافلة. ينال شفاعة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي يردد الأذان ثم يسأل الوسيلة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأذان أذن فأنا قلت مثل ما يقول المؤذن، وبعدين قلت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث الله المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. في رواية كده ورواية لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت له شفاعتي. فينال شفاعة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. حاجة واحدة من اللي حضرتك قلتهم ولا كلهم مع بعض؟ لا كل واحدة بس. حاجة واحدة بالضبط. حضرتك سمعت الأذان، رددتي، سألت الوسيلة لسيدنا النبي، ألف مبروك، تنالي شفاعة سيدنا النبي. كترت من السنن، تنالي شفاعة سيدنا النبي. صليت على سيدنا النبي، تنالي شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. احذري من الظلم، لأنه ما للظالمين من حميم ولا شفيع. احذري من الشرك، لأنه المشرك محروم من شفاعة سيدنا النبي. لو جينا نقول من ينال الشفاعة قلناها، طب من يحرم من الشفاعة؟ المشرك محروم من الشفاعة، الظالم محروم من شفاعة سيدنا النبي، الذي يكثر اللعن، الذي اللي هو يلعن كذا يلعن كذا يلعن كذا، ده محروم من شفاعة سيدنا النبي. إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. المغالي في دين الله، المتشدد، لا ينال شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. من ينكر الشفاعة لا ينال الشفاعة. اللي يقول في حاجة اسمها شفاعة، فيش حاجة أنا مش مؤمن بيها، ما تنالوش يوم القيامة. فالكلام ده كله يحرم البني آدم من الشفاعة. يبقى كده عرفنا من ينال الشفاعة ومن يحرم من الشفاعة. طب أنواع الشفاعة، أنواع كتيرة جدا، نقولها بسرعة موجز، وبعدين نبقى نشرح لنقدر نشرح. من شفاعات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد الشفاعة العظمى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. شفاعة العظمى في بدء الحساب. ثم شفاعة ناس رايحين جهنم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم فيوديهم الجنة. شفاعة ناس رايحين الجنة بس باب الجنة مقفول، فيروحوا عند الباب يخبطوا ممنوع مش هنفتح، فيروحوا لسيدنا النبي يا رسول الله احنا الحمد لله ربنا انعم علينا واحنا من اهل الجنة بس الباب مقفول، تعالى استفتح لنا. فيروح سيدنا النبي يخبط على الباب، فرضوان خازن الجنة يقول من؟ يقول محمد. يقول بك أمرت ألا أفتح لأحد من قبلك. أول رجل تخبط في الجنة رجل سيدنا النبي، معاه مين؟ الست اللي ربت أيتام ولا ربت قامت بالدورين، سواء أيتام أو الأب خلف ومشي أو الأب أهمل أو الأب عجز عن الكسب، تبقى أول واحدة سيدنا النبي حط مفتاح الباب الجنة كده تك افتح الباب. الباب يا فندم عرضه قد إيه؟ 1000 متر 1000 كيلو. يعني من المدينة البصرة ونبقى داخلين ايه زحمة عمالين، وانه لكظيظ يعني زحمة جدا. يفتح الباب اول ناس يدخلوا معاه الست اللي قامت بالدورين، دور الراجل والست. من شفاعات سيدنا النبي ناس في جهنم يخرجهم سيدنا النبي، من شفاعات سيدنا النبي ناس في الجنة يرفع منزلتهم. ربنا يرزقنا يا رب شفاعته. امين يا رب.
فضلت الشيخ، أعمال الخير والصدقة تخلينا نقول شفاعة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ طبعا بفضل الله وحده يا رب يتقبل منا ومنك. أمين يا كل عمل خير يعمله البني آدم تدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشفاعة. الإكثار من النوافل عموما كالصدقات والصلوات تجعل الإنسان بإذن الله في شفاعة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كمان من الأشياء اللي لازم نخلي بالنا منها إن العمل الصالح نفسه هيشفع في صاحبه. يعني فجأة تلاقي على يمينك فتوة ضخمة جدا جدا وانت واقفة لوحدك، فبيقول لك ما تخافيش أنا هشفع لك عند ربنا ومعاك لما دخلك الجنة. أنت مين؟ قال لك أنا صلاة أنا سورة البقرة. تلاقي حد تاني على شمالك فتوة جامد قوي، مين أنت؟ يقول أنا سورة آل عمران. ويجوا عاملين مظلة ويمشوا يشفعوا لك عند ربنا يدخلوك الجنة لما تقرأيها وتعملي بما فيها. يوم القيامة الدنيا حر جدا جدا والشمس قريبة جدا، فجأة تلاقي ظل ظليل فوق دماغك، تمام؟ ايه ده؟ فتبص دي الصدقة اللي انت بتتصدقيها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، والحديث في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني أخفاها هنا لا تعلم شماله اللي هو مين؟ الراجل اللي واقف على شمالك صاحبك، وفي حد اطلع له صدقة، اطلع لمندوب جمعية البر والتقوى صدقة، اللي واقف على شمالك صاحبك ما خدش منه ما يعرفش لأنك أخفتها لله رب العالمين. ولا شمالك فعلا إيدك الشمال يكون الاثنين، ولا شمالك كاتب الشمال، كاتب الشمال بيكتب السيئات، كاتب اليمين يكتب الحسنات، فهي مخلصة وخالصة لوجه الله الكريم لدرجة إن اللي على الشمال ملوش فيها نصيب. قد يكون كل ذلك، تمام؟ فهيبقى في ظل عرش الرحمن. طب في ظل هنا لها معاني كتير يا فندم. عارف حضرتك ظل يعني ظل الدنيا حر والدنيا شمس فهتبقى في الظل، ولا في ظل هنا بمعنى الحماية؟ لما في اللغة العربية فلان في ظل فلان يعني في حمايته. زي الواحد فينا زمان وطفل صغير وهو ماشي في ظل والده، ماشي في ظل والده وماشي ورا والده. الست زمان كانت تبقى ماشيه ورا جوزها يعني في ظله، حتى يقول لك ظل راجل يعني حمايه راجل، ده مهم قوي. فظل هنا لها معنى، اما الظل بمعنى الظل ولا الظل بمعنى الحمايه. الصدقه تخليك في حماية ربنا يوم القيامة، الصدقة تخليك في شفاعة سيدنا النبي محمد يوم القيامة، الصدقة تشفع لك بين يدي الله يوم القيامة. فمن أعظم ما يقرب العبد إلى الله عز وجل الصدقة. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان لما بيتصدق بصدقة مهما كانت قليلة يعطيه الله أربعة أشياء: ينزل الله البركة في ماله، يحببه إلى خلقه، يدفع عنه البلايا والعاهات، يجعل صدقته سترا بينه وبين النار وظلا على رأسه يوم القيامة. الصدقة ربنا هينزل لك البركة، يبارك لك في مالك ويبارك لك في عيالك ويبارك لك في بيتك ويبارك لك في صحتك بالصدقات، وما بتديهمش من فلوسك ولا من رزقك ولا من رزق أولادك. ده رزق أمهم. ده رزق مين يا فندم؟ رزق أمهم. وأنا مجرد إيه؟ ساعي بريد. الله ينور على ساعتك، مظبوط. جملة جميلة. أنا وإنتي والناس اللي بنتصدق على أسيادنا الفقراء سعاد بريد، وشكرا لساعي البريد. أنت بتتعامل مع ربنا ومع أسيادنا الفقراء زي حرف إل بتاع الإنجليزي كده، ربنا يديني أدي ومما وصل. الله موصل. ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم أعم من المال. رزقك الله عز وجل علما، أرزق الناس علما. رزقك الله منصبا، اخدم فيه الناس. ربنا سبحانه وتعالى ادلك مال، ادي للناس. لازم تجعل دايما من شغلك حاجة لله. السباك لقيت حد فقير صلح له حنفية ببلاش، الصيدلي لقيت حد جاي ولقيت الروشتة غالية فهتاخد نصها ادي لها النص التاني ببلاش، المطعم لقيت حد واقف بره كده وعمال يبص ابعت له على طول من غير ما ياخد باله، ابعت له وجبة لله. اجعل في اليوم خمس وجبات، عشر وجبات لله رب العالمين حسب مقدرتك اللي تقدر عليه. ومما رزقناهم ينفقون. الطبيب
خلي يوم فيه لله عز وجل، ان شاء الله يوم في الشهر تمام، ان شاء الله حاله في وسط في الاسبوع، بس لازم في شغلك يبقى فيه لله. لازم لقيت حد جاي وهيعمل اشعه ومعهوش الفلوس، اتصل بصاحبك اعمل اشعه على حسابك وابقى حاسبه، وشاركوا بعض في الخير. فمحتاجين كلنا نعمل ده، صح؟ محتاجين دايما في شغلنا يبقى معانا ربنا. فكرتني بمشروع كانوا عاملينه مجموعه من الشباب، كانت فكرة هايلة جدا، يا ريت كل اللي بيبدأ مشروع أو كل اللي عنده مشروع يعمل كده زي ما كانوا بيعملوا. ساعة لله في اليوم بيطلعوا الأكل فيها للمحتاجين من غير ولا جنيه. ففي ساعة معروفة من الساعة 5 للساعة 6 بيطلعوا الأكل من المطعم ده لكل حد جعان عايز يأكل وما معهوش إنه هو يدفع. لو كل حد فينا من خلال مهنته طلع عنها اللي يقدر عليه اكيد ربنا يرزقنا. الله يكبر. طبعا وبيبقى فيها بركه وفيها خير وربنا بيفتح الابواب والرزق يزيد. تجارة مع ربنا. طبعا انفق عليك، خلي ربنا دايما شريك معك في كل امر. يوميا لازم في يومك ربنا. صحيح. يوميا لازم في يومك جبر خاطر. يوميا لازم في يومك طبطب على حد، خليك حنين على حد، ربنا هيرحمك جدا. اعطي للناس ربنا هيدي لك. ولذلك ده ربنا بيخلي ملايكة تدعي دايما للمنفقين وملايكة تدعي على البخلاء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم ينشق فجره إلا وملك ينادي للمنفق يقول إيه؟ اللهم أعطي كل منفقا خلفا. طب وللممسك وأعطي كل ممسك تلف. الله ينور على سعادتك. الله يفتح عليك انت النهارده، ربنا فتح عليك. بحاول. فمن اعظم ما يكون فعلا ان انا انفق والله العظيم وانا الكسبان. التجاره مع ربنا ده انت بتدي جنيه بيرجع لك 700,000. هو ده الطبيعي. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان سيدنا النبي يعلم انه الصدقه صعبه على النفس، اصل الفلوس غاليه وتعب الجبين وعرقه، والشيطان دايما يحول بينك وبين الصدقه لانه يعلم اجرها قد ايه. دايما تيجي تطلع يقول لك لا اصل انت عندك، تيجي تطلع اصل ولادك عايزين، اصل كذا. خلي بالك والظروف والاحوال، محدش عارف، محدش ضامن، ويقعد يخوفك لحد ما ترجع في صدقتك انت الخسران. فيبقى هو كسب. طبعا. انما لو انفقت يا خبر ابيض على البركه. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الجنيه ب700، الألف ب700,000. شوفوا كرم ربنا. وكمان والله يضاعف لمن يشاء. كمان مش رزقك ده، انت ربنا بيصطفيك الشخص ده. أسيادنا الفقراء دول لهم رزق، فيصطفيك ربنا انه يجعل رزقهم عن طريقك انت. كرم كرم ورضا ربنا، فوصل يزيدك ربنا. صحيح. المعيه والمشاركه فيها اعتقد هي من افضل الصدقات عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا هو المياه اساس الحياه، ربنا في القران الكريم جعلها سبب حياه كل الكائنات. الانسان والحيوان والطيور والنبات والارض كل شيء، حتى الارض نفسها اذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ان الذي احياها، فالارض بتحيا بالماء، الجماد يحيا بالماء، النبات يحيا بالماء، الحيوانات تحيا بالماء، الناس يحيون بالماء. المياه أساس الحياة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولذلك ربنا جعل من أبواب الجنة 8 باب خاص بالمية ولا بالطعام. باب إيه يا فندم؟ الريان. وليه تسمى الريان؟ لأنه مرتبط بالري والشرب. اللي هيسقي الناس في الدنيا ربنا يوم القيامة اللي هو يوم العطش هيسقيه يوم القيامة. يدخل من باب الريان كل حد سقى عطشان، كل حد كان صائم لله رب العالمين لأنه عطش. وربنا في القرآن الكريم أخبرنا وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وعشان كده كمان لأهمية الشرب ربنا جعل في يوم القيامة الحوض، وجعل في الجنة الأنهار ونهر الكوثر. فاللي عايز ربنا يسقيه يوم القيامه يسقي الناس في الدنيا، واللي عايز يشرب من ايد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الحوض يوم القيامه يسقي الناس في الدنيا، واللي عايز يشرب من انهار الجنه يسقي الناس في الدنيا باي حاجه بقى.
محطات تحلية يساهم فيها على قد ما يقدر، مبردات المية، توصيلات المياه، وحسب مقدرته يشارك في اللي هو فيه التنوع. نعم. كتير جدا عشان كل حد يقدر ان هو يعني يشارك وما يتحرمش من متعة العطاء. قوافل الخير اللي بتقوم بيها جمعية البر والتقوى اللي بتصل لمناطق بعيدة جدا، والقافلة الكبيرة جدا اللي قامت بيها الجمعية اللي رايحة غزة وفيها تقريبا كل الحاجات، سراير وفيها الكراسي وفيها عكاز وفيها كل حاجة تقريبا، حتى انابيب الاكسجين ما شاء الله. هو تلاحظي حضرتك انه جمعيه البر والتقوى متنوعه الـ الاعمال، كل بتدرس كل شيء وكل وقت وكل زمن محتاج ايه بالظبط، وكل نوع من انواع الخير موجود، اللي نفسك فيه وانت قلبك جاي معاه هتلاقيه موجود. من اعمال الخير العظيمه المستمره صيفا وشتاء وطوال العام ومتغطي أرجاء دولة مصر كلها بأطرافها وأقصاها، وكمان بفضل الله عز وجل رايحة لأهلنا في فلسطين وغزة، القوافل، قوافل متكاملة، قوافل مرتبطة بالطعام، مرتبطة بالأدوية، مرتبطة بالمفارش، مرتبطة بالبطاطين، بالأجهزة الطبية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أمين يا رب، ربنا يتقبل من الكل. نورتين يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك، بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشت وكان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. السلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جماع لخيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا